المسلسل كان ممتع جدا، والدراما هي بتأثر أكتر حاجة ممكن تأثر في الشعوب، في الشعب بتاعنا. لو عايزين نغير حاجة فإحنا زرار تلفزيون هنشوف كل حاجة، مش مستنيين كتاب، هي أهم من الكتاب حقيقي. تعليقاتكم وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. جزيرة غمام تحديدا كان مسلسل أدبي فلسفي حكيم، بيتكلم عن الإنسانية، الإنسان وكيف يتطور ويتحول. طرح بحر، واسم طرح بحر تحديدا، وهم مش بشر، هم ناس مختلفة عن البشرية اللي موجودة في الجزيرة. الجزيرة هي ما هي إلا نموذج لأي مكان، مش شرط مصر، وقد يكون يقصد مصر. وكيف تتقسم الأرض الجزيرة من بتران، وقوة بتران في إنه هو الطمع، الطمع في محارب، الطمع. كل إنسان عنده حاجة، ما احناش ملايكة. وعرفات لم يكن ملاكا، هو عرفات وليس عرفة واحدة، هو عرفات لم يكن ملاكا. لما لبس العباية بتاعة خلدون جال الغرور، وكان عليه أنه يدخل في حالة تمحيص. تمحيص عند الصوفية يعني تربية، أنت في حاجة نقصت منك، لم تعد كما كنت. فابتدى المتاهة عشان يروح للص التائب. اللص التائب ده جالي في الخواجة عبد القادر وجالي هنا تاني. طبعا دكتور يسري عبد الله هو اللي هيكلمنا عن المسلسل. فطبعا الحقيقة السي في بتاع الدكتور يسري ما شاء الله طويل قوي، هايل. لا لا ازاي بقى، الدكتور يسري عبد الله استاذ الادب الحديث والنقد في كليه الاداب جامعه حلوان، الكاتب في جريده الاهرام وعده صحف عربيه منها روز اليوسف والبوابه والحياه والمجله اللندنيه، وعضو في عده لجان بالمجلس الاعلى للثقافه، كما يشارك في تحكيم عدد من الجوائز منها جائزه الدوله التشجيعيه وجائزه ساويرس وجائزه معرض الكتاب الدولي للكتاب، جائزة نجيب محفوظ. وصدر له عدة كتب، الدراما السياسية عند سعد الدين وهبة وسعد الله والنوس، بنية المسألة في الرواية المصرية، الرواية المصرية سؤال الحرية، مساءلة الاستبداد، جيل السبعينيات في الرواية المصرية، جماليات الرواية العربية. وليتفضل الدكتور يسري عبد الله.